السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. بدء محاكمة عناصر من حركة إيرا وسط حراسة أمنية ودفاع المتهمين ينخرط في تقديم الدفوع الشكلية أمام تشكيلة المحكمة. محكمة الجنح بنواكشوط تصدر حكما بسجن 3 ناشطين من حركة 25 فبراير بتهمة الشغب. رئيس تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولداداه يعلن دعمه للحوار الجاد وينتقد أسلوب النظام في الحوار. أهلا بكم. بدأت اليوم بمحكمة نواكشوط الغربية محاكمة 23 من نشطاء مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا وسط حراسة أمنية مكثفة خوفا من احتجاجات تنظمها الحركة أثناء دخول المتهمين لقاعة المحكمة. وتأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهام عناصر المبادرة بالاعتداء على عناصر الأمن العام أثناء الاحتجاجات التي وقعت في حائط ول الشيباني قرب مستشفى العيون بمقاطعة الإكسار. أصدرت محكمة الجنح بولاية نواكشوط الغربية الثلاثاء حكما بالسجن سنتين نافذتين على 3 من الناشطين الشباب في حركة 25 فبراير الشبابية. وأسست المحكمة إدانتها للناشطين بتهمة الشغب داخل قاعة المحكمة أثناء النطق بالحكم على زميلهم الشيخ باي والشيخ محمد الشهر الماضي. نتابع. حكمت محكمة الجنح في نواكشوط الغربية الثلاثاء بالسجن سنتين نافذتين بحق 3 نشطاء من منظمة 25 فبراير، فيما حكمت بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بحق ناشطين اثنين وبرأت آخرين. وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين بحق النشطاء محمد سالم والحمود والمصطفى والمحمد مولود وحامد والبلال، كما حكمت بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بحق وجاهة والأدهم وصلاح الحدامين فيما برأت آخرين. ومنعت قوات الأمن الأهالي والمتضامنين من حضور جلسة النطق بالحكم قبل أن تسمح لهم تحت ضغط المحامين. وحضر الجلسة قيادات معارضة، فيما قام النشطاء بوضع شريط لاصق على أفواههم كتعبير عما يعتبرونه تضييقا على الحريات قبل أن تقوم الشرطة بإخراجهم من القاعة. وكانت محكمة الجنح قد بدأت الخميس الماضي محاكمة 7 نشطاء كانوا قد اعتقلوا خلال الأيام الماضية إثر احتجاجهم على سجن زميلهم الشيخ باي محمد إثر إلقائه بحذائه تجاه وزير الثقافة، فيما يتوقع أن تتم غدا الأربعاء محاكمة نشطاء من حركة إيرا، منهم نائب رئيس الحركة أمادو تيشانجوب وعدد من أعضائها الذين اعتقلوا نهاية يونيو الماضي على خلفية ما عرف إعلاميا بأحداث حي بوعماتو، حيث وجهت لهم السلطات تهما بالمساس بأمن البلد واستخدام العنف والاعتداء على الشرطة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والانتماء لتنظيم غير مرخص. وكانت أحزاب سياسية ومدنية قد طالبت بإطلاق سراح نشطاء 25 فبراير ونشطاء حركة إيرا بشكل فوري. ووقع على البيان المشترك أحزاب تكتل القوى الديمقراطية وتواصل وحاتم واتحاد قوى التقدم وحزب التجديد، إضافة إلى مبادرة انبعاث الحركة لانعتاقية إيرا. قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولداداه إن حزبه سيدعم كل حوار جاد يمكن أن يخرج موريتانيا من أزمتها السياسية التي تتخبط فيها منذ سنوات. وأصر ولداداه في تصريح صحفي مساء الثلاثاء إجرى زيارة تضامنية لأسر الشباب المدانين في المحكمة اليوم يوم أمس على تمسك حزبه بالممهدات التي طرحها من قبل ويعتبرها ضرورية قبل الدخول في أي حوار سياسي. وفي حال وجود أي تجاوب أو عناية من النظام بهذه الممهدات فسيكون مستعدا للحوار. وأكد ولداداه أنه لن يشارك في أي مهزلة أخرى يقررها النظام من جانب واحد وفق تعبيره. اختتم مركز تكوين العلماء سنته الدراسية في حفل نظمه بالمناسبة حضره لفيف من العلماء وممثلين عن هيئات المجتمع المدني بالإضافة إلى أولياء التلاميذ.
رئيس المركز الشيخ محمد الحسن والددو تحدث خلال كلمته عن الأدوار التي ينهض بها المركز والمناهج التي تهدف إلى تخريج علماء متقنين لعلوم الشريعة سواء كانت فقهية أو لغوية. إن حضوركم الليلة هو تتويج لسنة من عمل هذا المركز ولإخوانكم الطلاب الذين بذلوا جهودهم وتعلموا، وكان معدل الحفظ اليومي تقريبا 13 حديثا و113 بيتا من المنظومات بالإضافة إلى الكتب النذرية التي يحفظ منها المقررات. وهذا المركز رسالته أربع كلمات، فهو مركز علمي فالأمور العملية لها مؤسساتها، شرعي فلا يهتم بالعلوم الدنيوية إلا ما كان المشتغل بأمور الشرع والمفتي مضطرا إليه في تصور الأمور حتى يستطيع الفتوى فيها. قال وزير الدفاع الوطني جلو مامادو باتيا إن خطة التكوين المعتمدة من الحكومة بدأت تعطي ثمارها من خلال تخريج عدد من الدفعات الواحدة تلو الأخرى من المدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة والمدرسة العليا المتعددة التقنيات والثانوية العسكرية. نتابع. احتفلت المدرسة العليا متعددة التقنيات في نواكشوط بتخريج 35 طالبا من الدفعة الأولى من الطلاب المهندسين المنتظمين بهذه المؤسسة، وعددهم 40 طالبا بينهم 3 فتيات، إذ ينتظر الخمسة الباقون دورات قادمة. ويتوزع الخريجون على 3 تخصصات هي الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة المعلوماتية، واستفادوا لأول مرة من تكوين وطني وبإشراف وطني وبالتعاون مع مدارس من دول شقيقة وصديقة في الجزائر والمغرب وتونس والسنغال. جعل من المدرسة العليا متعددة التقنيات قطبا متميزا للتعليم التقني العالي، يضمن لبلادنا تخريج احتياجاتها من الكفاءات دكاترة ومهندسين. أيها الخريجون، إنكم مقبلون غدا على الاندماج في الواقع العملي، وأنتم تمتلكون من التقنيات والمعارف ما يخولكم الصدارة في واقعكم الجديد، فتخذوا من قوة الإرادة والإخلاص ومسايرة التطورات العلمية والتكنولوجية أسسا راسخة لتكيف مع الواقع، متمنا لكم اندماجا سهلا في الحياة العملية ومسيرة حافلة بالتوفيق والنجاح. وزير التعليم العالي والبحث العلمي أوضح أن تخريج هذه الدفعة من المهندسين يأتي في إطار تحديث وعصرنة التعليم العالي في البلاد من خلال توفير كفاءات وطنية متخصصة في كل المجالات ذات الصلة بالتنمية. وقال الوزير إن السلطات قررت إنشاء معهد عالي للتكوين المهني والتقني لحرف المعادن في أكجوجت، ينضاف إلى معهد تحضيري لمدارس المهندسين الكبرى بالمدرسة العليا المتعددة التقنيات الذي هو الآن في سنته الثانية. سادة الحضور، تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تمهين التعليم العالي وجعله يتماشى وسوق العمل عبر خطة تنموية تضمن توفير الكادر البشري وسد الفراغ الحاصل في التخصصات العلمية، الشيء الذي سيكون له الأثر الطيب على مخرجات هذا التعليم في بلادنا. وزير الدفاع الوطني أوضح في كلمته أنه تم دعم قدرات المدارس القديمة مثل المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بأطار والمدرسة الوطنية للأركان وتحسين نوعية التعليم بهما في الوقت الذي رأت فيه النور مدارس جديدة مثل الثانوية العسكرية والأكاديمية البحرية التي تضم كل المهن المتعلقة بالمجال البحري، إضافة إلى المدرسة العسكرية للطيران التي تكون الملاحين والمدرسة العليا المتعددة التقنيات والمعهد العالي لتعليم الإنجليزية وكلية الدفاع لدول الساحل. وخلص إلى أن نسبة النجاح التي تم التوصل إليها في هذه المدرسة هذه السنة والبالغة 88% ستدفع البلاد أكثر للمضي قدما على هذا الدرب. انطلقت في نواكشوط ورشات مشروع الاتحاد الأوروبي للوقاية من النزاعات والحوار بين الثقافات، الهدف إلى تكوين حوالي 180 من قيادات ونشطاء الجمعيات العاملة في مجال المجتمع المدني في ولايات نواكشوط الثلاث. نتابع. ينفذ مشروع الاتحاد الأوروبي للوقاية من النزاعات والحوار بين الثقافات برنامجا تكوينيا للمشرفين الجمعويين في ولايات نواكشوط الثلاث، والذي يستفيد منه 180 مشرفا ومنعشا من نشطاء العمل الجمعوي
بمختلف تخصصاته، ومن المنتظر أن يساهم هذا التكوين في تحسين خبرات النشطاء ويمكنهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإدارة المجتمع المدني بوصفه أحد مرتكزات التنمية ووسيطا فاعلا يمكن من التفاعل مع المجتمعات المحلية في البلاد خصوصا في الولايات النائية. ويستهدف المشروع في مسعاه الكلي بموريتانيا 9 ولايات، هي ولايات الحوض الشرقي والعصابة وترارزا وأدرار وداخلة نواديبو وتير الزمور، إضافة لولاية نواكشوط الثلاث. مشروع الوقاية من النزاعات والحوار بين الثقافات هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بزهاء 6 ملايين يورو لمدة 3 سنوات، وسبق له أن قام بسلسلة نشاطات ومهرجانات شبابية مختلفة في موريتانيا على غرار البلدان التي ينفذ فيها تدخلات مساندة لبرامج التنمية المستديمة خصوصا تكوين العنصر البشري. وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر دليلا شاملا بالتعاون مع المجموعة الحضرية للتعريف بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات غير الربحية بشكل عام في موريتانيا خصوصا في مقاطعة نواكشوط التسع. نظم مركز شنقيط للدراسات والإعلام ندوة فكرية حول دور موريتانيا في قيادة الجامعة العربية المكتسبات والآفاق بمشاركة أساتذة وباحثين بجامعة العلوم الإسلامية بالعيون. وقال رئيس المركز محمد محمود اللفاه إن موريتانيا منذ 2008 وخلال قمة الدوحة التي أعلنت خلالها قطع العلاقات مع إسرائيل باتت تقدم نفسها بوصفها فاعلا عربيا وإقليميا وليست مجرد تابع للآخرين. منذ اللحظات الأولى للتعامل مع الشركاء الدوليين وما تلاها في خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز في القمة العربية بالدوحة ومن ثم قطع العلاقات المشينة مع الكيان الصهيوني، تبين للرأي العام المحلي والدولي أن موريتانيا تخطو بثبات نحو بناء الذات ومراجعة العلاقة والدور والموقف مع محيطها الإقليمي والقاري والدولي. ودل على صواب المنهج ذلك التصميم وتلك القناعة التامة منذ البداية أن المكان الريادي والفرصة الحقيقية هي التي تنتزع بالنظرة الواعية والأسلوب الحضاري والقرار الصائب. قال رئيس الوزراء الليبي فايز السراج في بيان بثه التلفزيون الرسمي إنه طلب من الولايات المتحدة الأمريكية توجيه ضربات لمواقع محددة في مدينة سيرت، وهو ما نفذ بالفعل محدثا خسائر فادحة في صفوف التنظيم المستهدف وآلياته. وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك إن الضربات ليست لها نقطة نهاية في هذا التوقيت تحديدا. أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية الثلاثاء أنها أحكمت سيطرتها بالكامل على حي إضافي وسط مدينة سرت لتضيق بذلك الخناق على تنظيم الدولة الإسلامية الذي تعرضت مواقعه في المدينة المتوسطية الاثنين لضربات جوية أمريكية. وجاء الإعلان عن التقدم الميداني بعد ساعات على تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سرت، كانت الأولى منذ إطلاق القوات الحكومية الليبية العملية العسكرية الهادفة إلى استعادة المدينة من أيدي تنظيم الدولة في أيار مايو. ونشرت القوات الحكومية على صفحتها على موقع فيسبوك الثلاثاء بيانا رسميا أوضحت فيه أنها باتت تسيطر بشكل كامل على حي الدولار في وسط سرت 450 كيلومترا شرق طرابلس الذي اقتحمته الأحد. وبحسب البيان الرسمي انتقلت الاشتباكات إلى منطقة قصور الضيافة الواقعة بين حي الدولار ومركز قاعات واغادوغو المقر الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية في سرت. وكانت القوات الحكومية الليبية التي تضم خليطا من الجماعات المسلحة ووحدات صغيرة من الجيش المفكك أطلقت قبل أكثر من شهرين عملية البنيان المرصوص لاستعادة مدينة سرت الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف منذ حزيران يونيو 2015. وحققت القوات الحكومية في بداية عمليتها العسكرية تقدما سريعا، لكن العملية عادت وتباطأت بفعل المقاومة التي يبديها عناصر التنظيم الجهادي الذين يعتمدون على القناصة والسيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون. ومع استمرار بطء التقدم الميداني والخسائر البشرية في صفوف القوات الحكومية
أعلنت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي الاثنين عن ضربات جوية أمريكية بناء على طلب منها. وقال رئيس الحكومة الليبي فايز السراج في كلمة متلفزة إن حكومته طلبت دعما مباشرا من الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات جوية محددة، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الأمريكية معلنة استهداف دبابة وآليات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. وأوضحت القوات الحكومية في بيان رسمي أن الطائرات الأمريكية شنت الاثنين 5 غارات استهدفت مواقع وآليات لتنظيم الدولة الإسلامية. وكان المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك أكد في بيان أمس أن هذه الغارات ستتواصل. وقام السراج بزيارة إلى مركز قيادة عملية البنيان المرصوص في مصراتة، حيث شدد على وضع كافة الإمكانيات المتاحة لدعم قوات حكومته بحسب بيان نشر على موقع الحكومة اليوم. ومع أولى الضربات الأمريكية في سرت، يكون التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة فتح جبهة جديدة في الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي يتعرض لحملة عسكرية دولية في كل من العراق وسوريا. وسبق للولايات المتحدة أن شنت ضربات ضد مجموعات متطرفة في مناطق متفرقة من ليبيا في الأعوام 5 الأخيرة، بينها ضربة جوية في شباط فبراير الماضي استهدفت منزلا في مدينة صبراتة 70 كيلومترا غرب طرابلس كان يستخدمه تنظيم الدولة الإسلامية كمعسكر في غارة قتل فيها 49 شخصا. وفي ظل تراجعه في سوريا والعراق حيث يتعرض لحملة جوية من قبل التحالف الدولي، وجد تنظيم الدولة الإسلامية في الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا منذ انتفاضة العام 2011 موطئ قدم أتاح له تأسيس قاعدة تدريب وتجنيد في هذا البلد الغني بالنفط. وإلى جانب سيطرته على مدينة سرت التي تبعد نحو 300 كيلومتر فقط عن السواحل الأوروبية، يتواجد تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة بنغازي حيث يخوض معارك ضارية هناك. السادسة انتهت، هذا تذكير بالعناوين. بدء محاكمة عناصر من حركة إيرا وسط حراسة أمنية ودفاع المتهمين ينخرط في تقديم الدفوع الشكلية أمام تشكيلة المحكمة. محكمة الجناح بنواكشوط تصدر حكما بسجن 3 ناشطين من حركة 25 فبراير بتهمة الشغب. رئيس تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولداد داه يعلن دعمه للحوار الجاد وينتقد أسلوب النظام في الحوار. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. بعد قليل حلقة جديدة من برنامج المشهد، وفي التاسعة تتابعون نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. إلى اللقاء.